بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم عن موضوع من المواضيع الأساسية في عيادات العلاج النفسي، وهو موضوع التذكر وعكسه طبعا النسيان. في مشاكل كثير جدا بتواجه الناس في أنه والله أنا بقيت ما بتذكر زي زمان، أو أنه بقيت أنسى كثير، أو أنه أنا أحيانا بفقد بعض المعلومات المهمة في حياتي العملية أو الأسرية والاجتماعية. طبعا الموضوع ده يا اخوانا شويه موضوع بياخد مساحه كبيره جدا من زي ما قلنا من الاستشارات النفسيه. ليه؟ لانه موضوع العصر مربوط عندنا كثير باضطراب القلق، لان واحده من اعراض اضطراب القلق التقليل التركيز الضعيف، او الذاكره تكون شويه فيها تشويش، وبالتالي التركيز والانتباه كل عمليات الادراك تكون ضعيفه شويه بالنسبه لوجود اضطراب القلق. طيب دايرين نتكلم باختصار شوية كيف يكون موضوع النسيان. يقولنا ما في كلمة نسيان، هو مش فقد المعلومة، النسيان هو عدم استطاعة الشخص أن يستجلب المعلومة في اللحظة المعينة، دي النسيان. وبالتالي هو المعلومة موجودة داخل مخ الإنسان، ولكن هو ما قدر يستحضرها في اللحظة اللي هو كان مفترض يستحضرها. فيبقى موضوع ان التذكر تبقى واحده من اشكاليات اي شخص عنده قلق. معظم الاشخاص اللي يعانون من اضطراب القلق او الاكتئاب عندهم موضوع التذكر، هذا عنده مشكله يعاني منها، او موضوع انه زي ما قلنا يجيب المعلومه في الوقت المناسب، ممكن يستحضر المعلومه في وقت لاحق بعد الوقت المناسب، يعني يكون عايز يتذكر شخص ما في وقت ما ويقوم يتذكره نهايه اليوم بعد ما يكون قابل هذا الشخص. طبعا بيبقى ما في فائده من التذكر في الوقت. فطيب قلنا الأسباب: التوتر، الضغط النفسي، أعراض القلق عموما زي الخوف، زي الوسواس القهري، زي القلق العام من ضغوط الحياة. أيضا الاكتئاب، واحدة من الأشياء اللي تخلي الإنسان يفقد التركيز في أثناء استجلاب المعلومة. أيضا في الأطفال عندهم تشتت الانتباه، دي من الأشياء اللي بتخلي الإنسان الطفل ما يستطيع انه يركز في استجلاب معلومه معينه، او انه يركز في حفظ معلومه عشان يقدر يستجيب في الوقت المناسب. كل هذه الاشياء هي من الاسباب الرئيسيه لموضوع النسيان. طيب كيف انا ما اقدر انسى؟ يعني ايه اللي يخليني ما انسى؟ اول حاجه انه اركز اثناء استقبال المعلومه. يعني انا بتكلم مع واحد وبيقول لي اسمه فلان، لازم اتذكر واركز جدا في انه الاسم كذا. احيانا ربط الاشياء باشياء معينه، يعني ارقام او كذا، اربط الارقام او اربط الاسماء او اربط الاشخاص باشياء محدده، دي بتخلينا انه انا اسهل عمليه الاسترجاع في الوقت المناسب. الحاجه الثالثه انه انا ما يكون في تشتت في عوامل الانتباه اثناء حفظ المعلومه، انه انا بحفظ في حاجه ما يكون في حاجات بتشتت انتباهي اثناء الحفظ، دي برضه بتعمل من الاشياء اللي بتخلي الانسان يقدر يحفظ بدون ما يكون في تشتت انتباهه، وبالتالي يقدر ينسى كذا بسهوله. الحاجه المهمه برضو انه والله انا لما اجي استقلب المعلومه لازم اكون في درجه من التركيز شويه، ودي للناس اللي عندهم بندرب للناس اللي عندهم قلق على انه كيف في لحظه ما يحاول يجيب المعلومه في اقصر فتره ممكنه. يعني مثلا لو بيجيب في 5 دقائق، احنا نحاول نعملها له في 3 دقائق، في دقيقتين، في دقيقه، اقصر فتره زمنيه ممكنه هي بعمليه استرخاء طبعا، وعمليه تنشيط للذاكره، وعمليه يعني تقنيات نفسيه محدده بنقدر من خلالها انه الانسان يستطيع في اقصر فتره ممكنه انه يحاول يستجلب المعلومه من المخ. المعلومه اللي عايزين ناكدها يا اخوانا انه المعلومه في المخ ما تفقد على الاطلاق، من عمر يوم لحد الى ما شاء الله من الانسان، من اول ما اكتسب اول مهاره من مهارات التعلم لحد الى ما شاء الله من العمر ما يفقد اي معلومه داخل المخ. ولكن بتبقى المشكله في انه انت كيف تجيب المعلومه. يعني زي ما بنقول احنا دائما بنمثلها انه المعلومات كلها موجوده في الدولاب، لكن زي الملابس الموجوده في الدولاب ما منظمه، عشان تجيب قطعه من ثياب من هذا الدولاب بتاخذ زمن فتره طويله جدا عشان تجيب. لكن لو الملابس كلها منظمه موجودة في أرفف بطريقة مرئية، تقدر في أي لحظة تفتح الدولاب تطلع الثوب، أو بمعنى أحرى تقدر تطلع المعلومة في الوقت اللي أنت تشاء. لكن كل ما كان الدولاب أو المخ ما مرتب، في تشتت في انتباه، في عوامل توتر وقلق، هيبقى المخ ما منظم، فعشان تقدر تطلع المعلومة هتاخد زمن. المعلومة هتطلع لكن في زمن ما هو الزمن المناسب. أنا أتمنى من الناس إن شاء الله أنه يرتب الدولاب وأنه ينظم المعلومات، وإن شاء الله يقدروا يكتسبوا عوامل التركيز. شكرا جزيلا، والسلام عليكم.